السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من آمنت بالله. حلقة النهاردة عن الحرية. وعلى طول لما بتيجي كلمة الحرية بيجي إحساس للناس إن الحرية ضد الدين. طالما اتكلمت عن الحرية يعني بتتكلم عن الانفلات، عن الفوضى، عن الإباحية، عن كل شيء غريب في الحياة ضد ويتصادم مع الدين تمام. رغم أن الحرية الإسلام بيرعى الحرية، الحرية الشخصية وحرية المجتمع، لكن جاي منين التصادم؟ هل لدينا مشكلة في المفاهيم والمصطلحات، ولا احنا عايزين نصل إلى أرضية واتفاق، مساحة اتفاق كيف تكون الحرية؟ هل الحرية بالمفهوم الغربي مختلفة عن الحرية بمفهومنا؟ هل الحرية تختلف من مجتمع ومن ثقافات إلى أخرى؟ ده موضوع حلقتنا النهاردة اللي بيشرفني فيه ضيف عزيز أعتقد أنه نموذج نقدر نتكلم معاه عن مفهوم الحرية. نموذج ليس فقط لأنه أستاذ للعلوم السياسية في جامعة القاهرة، وليس فقط لأنه مؤسس حزب مصر الحرية، الحزب الجديد اللي دخل الحياة السياسية المصرية دلوقتي ونشط وبيصطدم بواقع، خاصة أن مؤسس هذا الحزب عاش سنوات في الولايات المتحدة الأمريكية، عاش في وسط فكر ورؤية أخرى لمفهوم الحرية. أيضا هيكون معي ضيفي الدائم وشريكنا فضيلة الداعية الإسلامي الحبيب علي الجفري. دكتور عمرو أهلا وسهلا. ازيك يا خير؟ أهلا وسهلا سيدي. أهلا وسهلا حياكم الله وبارك فيك دكتور. أنا هبتدي من الخط الأحمر. قريت لك تصريح بيقول أن الحرية ليس لها خطوط حمراء. ماذا تقصد بمفهوم الحرية هنا والخطوط الحمراء اللي هي إيه؟ المقصود بمفهوم الحرية الذي يغيب عنه الخطوط الحمراء هو الحرية في الممارسة السياسية. سياق التصريح كان أن من السيء ونحن نبدأ في ممارسة سياسية نأمل أنها تكون ديمقراطية وتسمح بالرأي والرأي الآخر، أن نقول أن خط أحمر على الحزب السياسي ألف أو الحزب السياسي ب أن يعبر عن هذا الرأي أو ذاك. الخطوط الحمراء هي أن السقف في مسألة التعبير عن الحرية بمعناها السياسي غير موجود. من حقك كحزب سياسي أن تتبنى برنامج، تتبنى شعارات، تتبنى أفكار، تتبنى رؤى، تذهب يمينا أو يسارا، طالما وده الحد الوحيد، طالما التزمت بالسياق القانون. المقصود كمان بغياب الخطوط الحمراء أن الحزب السياسي أو متبني الفكرة السياسية بيدرك تماما اهتمامات وتفضيلات الناخبين. ما هو في الآخر الحزب ده عايز يكسب والسياسي عايز يكسب، فمش هيجي يصدمك بحاجة تخليه ما يكسبش. فمسألة التعبير السياسي هو لا سقف لها بالفعل. أما الخطوط الحمراء في علاقتها بمفهوم الحرية فهي قائمة باستمرار، لأن مفهوم الحرية هو في أي سياق مجتمعي يا خير، السياقات بتختلف، هو مفهوم منضبط بالصالح العام. مفيش حرية شخصية بتمارس إن أضرت بحريات الآخرين أو مصالح الآخرين. مفيش حرية شخصية بتمارس ضد المتوافق عليه في المجتمع باعتباره الصالح العام. وداخل مفهوم الصالح العام في المرجعية الدينية، في الشرائع السماوية، في العادات والتقاليد، في المقبول مجتمعيا، وهو بيتغير، لكن ما بيتغيرش بصورة تخلي مصر السويد أو تخلي النرويج الولايات المتحدة الأمريكية. ومفهوم الحرية بيمارس هنا وهنا وهنا في سياقات مجتمعية محددة وبتختلف الممارسات. فارجع لسؤالك، هل الحرية تعني الإباحية؟ لا، لا تعني على الإطلاق الإباحية. هل الحرية تعني حرية منفلتة من كل قيد؟ طبعا لا تعني هذا ليس فقط في مصر، لا تعني هذا في أي سياق. الولايات المتحدة إيه فرقها عن بقية الدول الغربية في الحريات الشخصية؟ هي مجتمع محافظ، الدين بيلعب في الولايات المتحدة دور أكبر بكتير من الحالات الأوروبية. فالمسموح به في بعض الدول الأوروبية غير مسموح به زواج المثليين على سبيل المثال، مسموح به في بعض الدول الأوروبية، محظور في الولايات المتحدة الأمريكية. وبالقطع طبعا هذا أمر يتنافى مع مرجعيتنا الدينية ولن يسمح به أبدا، ولا يوجد داعي للحرية يقول لك عليك أن تسمح بهذا وإلا أنت ضد الحرية. لا، يعني هي الأمور الخطوط الحمراء تنتفي في حالة التعبير السياسي، هذا أفضل. أما في حالة التعبير المجتمعي، في حالة الالتزام الشخصي، لا، هذه الخطوط الحمراء قائمة. أنت قفلتها لي كده. تمام. يعني كده الضمنة قفلت يا جماعة. لا بس هفتحها تاني. أنا هروح فضلت الحبيب من ما وصل إليه عمرو في إيه الحرية السياسية، وعايز أعرف الحرية السياسية في الإسلام. يعني بنسمع مصطلح الإسلام السياسي، وأعتقد أن الرسول عليه الصلاة والسلام والتابعين والخلفاء الراشدين كان هناك ممارسات سياسية،
وضع سياسي، ما كانش دين صرف تمارس به الحياة بمفهوم الدولة الدينية. في تعبير الإسلام السياسي إيه حدود الحرية؟ الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقد أراحنا كثيرا الدكتور عمر في مداخلته التي تكلم بها. أولا نحن متفقين على النقاط، أقولها سريعا، لا يوجد في العالم شيء اسمه حرية مطلقة. العالم لكل كل بلد له ضوابطه الخاصة بها، أو لكل ثقافة ضوابطها الخاصة بها. فالحرية لا يوجد فيها شيء اسمه إطلاق. الشيء الثاني أريد أن أؤكد عليه، أن مفهوم الحرية عندنا في الإسلام هو مناط التكليف. ما معنى هذا الكلام؟ أن التكليف السماوي أصلا للمسلم في أعماله، في عبادته، في معاملاته، لا يقوم إلا على الحرية. المكره عندنا لا يحاسب. فإذا مناط التكليف في الإسلام أصلا الحرية. فقضية وضع الإسلام على أنه الند المواجه للحرية، سواء كان لمصلحة من يريد أن يصل إلى مقاصد سياسية أو دنيوية أخرى باسم الإسلام، أو العكس بالحرب على الإسلام، هذا لا مجال له. هذه نقاط اتفاق. النقطة الثانية فيما يتعلق بالسياسة، أنا متفق تماما مع الأستاذ عمر بأنه في السياسة ينبغي أن تكون الحريات منطلقة للسياسيين تحت سقف القانون. القانون يحتكم إلى عدة أمور. الأمر الأول المرجعية السماوية بالنسبة لنا هنا، وهي المرجعية المتعلقة بالثوابت الذي سماها الدستور مثلا عندكم في مصر بالمبادئ. صحيح. عندنا نص على أنها الشريعة مثلا في اليمن، في الإمارات، في الدول الأخرى. هذا سقف لا يتأتى باسم الحرية السياسية أن يخرق، لكن في نفس الوقت لا يتأتى أن يستخدم في خلال الممارسات السياسية كوسيلة لترجيح فئة ضد فئة أخرى، بمعنى أن لا يستقوي أحد باسم الخطاب الشرعي الإسلامي ليعطي لنفسه أفضلية سياسية في الميدان السياسي على حساب غيره هو لا يستحقها، لا في جهده ولا في ولا فيما سيفعله. وهنا يعني من خلال التعريف الذي ذكره الدكتور عمر أن المرجعية إلى القانون، ينبغي النظر إلى القانون بشيء من التدقيق القوي الذي يحمي الممارسات السياسية من أن تدخل ضمن هذه اللعبة. هذا الحد الذي يحق لي أنا أن أتكلم فيه. إذا دخلت إلى حد أكثر تعمقا لا أكون محترما لنفسي إذا تكلم فيه، لأنه ليس من اختصاصي، أنا لست بسياسي ولم أدرس السياسة ولم أتخصص في السياسة. الحد الذي لي الحق أن أتكلم فيه في مجال السياسة في مثل هذا الكلام، أن أقول أن السياسة لا ينبغي أن تكون منطلقة من ناحية الحريات، ينبغي أن يكون هناك سقف قانوني، ليس إلا السقف القانوني، ينبغي أن يراعى في السقف القانوني المرجعية المتعلقة بثقافتنا. وحتى الجزئية التي تقلق البعض من أن الكلام عن الشريعة الإسلامية، طيب أين حقوق المسيحيين؟ نقول لم يكفل للمسيحيين حقوقهم لا في مصر ولا في الشام، وحتى اليهود عندنا في اليمن، اليمن إلى الآن فيها 300 يهودي يمني مواطن مثل ما نحن مواطنين، لم يكفل لهؤلاء حقوقهم ويحمي حقوقهم على مدى 1400 سنة من ندخل الآن القرن 15 الهجري إلا الشريعة الإسلامية. دكتور عمرو مالي، لما بنيجي نتكلم عن الحرية، النموذج اللي قدامنا هو نموذج الحرية الغربية، وبنشوف إن هذا النموذج هو اللي خلى هذه المجتمعات تعيش في رفاهة وتقدم، وفي مقابلها بيبدو أن الإسلام أو الحديث عن الإسلام في بعض المفاهيم هو سبب تخلف هذه الأمم، وأن علشان تتطوروا لابد أن احنا نستورد مفهوم الحرية حتى ولو حطيته في قيود بالمفهوم الغربي وعملوا الضوابط عندي. نظرة الاستعلاء الغربي على الإسلام أو في مدارس الاستشراق اللي هي مارسة الاستعلاء من الغرب على الإسلام ربطت تأخرنا بالدين، وهذا غير صحيح. أنا تأخرنا ارتبط بأمور كثيرة أخرى، كان من بينها غياب الديمقراطية، كان من بينها غياب الحرية، كان من بينها استمرار معاناتنا كشعوب عربية وإسلامية من حكام مستبدين. التقدم كيف التقدم بيأتي من أنا رأيي الخاص من مسألتين. المسألة الأولى، وكما أشار فضيلة الحبيب، وهنا في تطابق تام ما بين الفكرة الإنسانية والفكرة الدينية اللي هي بتبحث عن تقدم المجتمعات، بيأتي من حرية الاختيار. المجتمع المتقدم هو المجتمع اللي بيمكن كل فرد فيه من هو يختار بحرية في إطار منضبط، مرة تاني بمرجعيات دينية بسياقات قانونية، ولكن بيوسع من حرية الاختيار. القاعدة والأصل أنك أنت بتديني كمواطن فرصة أن أنا أختار، لأن الاختيار اللي بيخليه بالذات الاختيار الواعي بيخليني أعرف فين مصاري، إلى أين أذهب. المسألة الثانية
مصدر التقدم الثاني هو المساءله والمحاسبه القانونيه، يعني المجتمعات عمرها ما تقدمت بحريه بس، الغرب ما تقدمش بحريه بس، ولكن الانبهار بالنموذج الغربي بصوره غير واعيه، الانبهار غير النقدي انا بسميه، جه دايما في لحظات ضعف العرب والمسلمين، يعني في لحظات الضعف والتراجع والانكسار كان في الانبهار غير النقدي، لكن احنا خلينا ننبهر بصوره نقديه نتعلم، وانا شايف احنا في لحظه مش شرط بس نتعلم من الغرب، انا ممكن اتعلم ديمقراطيه كويس جدا من اندونيسيا او ماليزيا، ممكن اتعلم تقدم حقيقي حقيقي لو بصيت تركيا، لو بصيت لخبرة الدول الأسيوية، أنا مش شايف إن الحرية فيها تناقض مع الإسلام، ولا فيها تناقض مع تاريخنا، ولا فيها تناقض مع ديننا، ولا فيها تناقض مع ثقافتنا، ليه يتفرض عليا كداعي للحرية إن أنا إما أختار بين الغرب وأختار بين ديني؟ يا أخي أنا بختار ديني وبختار كمان الحرية. تمام. إحنا بنتكلم في أفكار. هذه آراء دكتور عمرو. ربما تكون الممارسة في الواقع أصعب بكثير، وبنسمع كثير من الليبراليين بيقول لك الخوف كله من الحكم الإسلامي أو الإسلاميين. أو هياخدوا البلد لحد فين؟ أو هيقودونا إلى التراجع؟ دكتور عمرو استخدم تعبير الديمقراطية واستخدم تعبير الليبرالية، وده هيودينا هو كان فين النموذج ده في الإسلام؟ لما ضرب أمثلة بالنموذج الأندونيسي، بالنموذج الماليزي، بالنموذج التركي، طب في التاريخ الإسلامي هو كان في ديمقراطية؟ هل الشعب كان بيختار، المسلمين اللي كانوا بيختاروا إمامهم أو أميرهم أو قائدهم عبر التاريخ الإسلامي الطويل؟ هستأذن حضراتكم، هرجع لحضرتك الحبيب بعد الفاصل. أهلا وسهلا بحضراتكم. كنت خاتم بحزمة من الأسئلة، هرجع لفضيلة الحبيب علي الجفري. إيه التجربة الديمقراطية اللي في التاريخ الإسلامي من أيام الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وهي كانت زي ما اتفقنا عبر حلقات سابقة دي المرحلة اللي كان فيها دولة دينية، لأن اللي كان القائد هنا يوحى إليه. أولا أريد أن أقول أني أتفق مع الدكتور عمر على مبدأ أن الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها، بمعنى أني فكرة المقارنة أني إما أكون متدين أو أستفيد مما يحصل في عصري، هذه من المبدأ فيها خطأ، السؤال من أصله خطأ. ديني أمرني أن أستفيد من تجارب البشر، سيدنا عمر بن الخطاب أخذ نظام الدواوين من دولة فارس، فالمبدأ هذا قائم عندي. لكن تأتي عندي الإشكالية عندما أنطلق للاستفادة من الشرق والغرب قبل أن أفهم منطلقاتي أنا. الإجابة على سؤالك، أنا غير مضطر أن أوجد مقاسات ديمقراطية وأقول هناك ديمقراطية في الإسلام حتى أدافع عن الإسلام، لا، أنا عندي المسألة أوسع من ذلك. الإسلام وضع ثوابت معينة تتعلق بالحياة ومن ضمنها الحكم، هذه الثوابت أن لا يكون هناك استبداد، أن لا يكون هناك ظلم، هذه مبادئ عندنا في الحكم، بمفهوم الحكم في الإسلام، أن لا يكون هناك استغلال للسلطة، أن لا يكون هناك بيع وشراء باسم الدين، هذه مبادئ. تطبيقات هذه المبادئ على الأرض لا ينبغي أن أحتاج أن أصبغها بصبغة إسلام حتى أستطيع أن أتعامل معها، يكفي أن تكون تحت إطار هذه المبادئ، عندي منظومة أخلاقية، منظومة تشريعية، منظومة عقدية أحافظ عليها، ثم الوسائل بعد ذلك المجال فيها مفتوح ما لم تخرق هذه المنظومة. نعم، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق في مفهوم مرجعيته للأمة بصفته النبي، وبين مفهوم تعامله مع الأمة بصفته قائد، بصفته حاكم. لما جاءت في معركة بدر كان يقول صلى الله عليه وسلم نعسكر هنا، لما الكفار جاءوا معتدين فاضطر للحرب معهم لإخراجهم، جاء أحد الصحابة لأنهم فهموا من النبي هذا المعنى، قالوا يا رسول الله أهو منزل أنزلك الله إياه، يعني هذا خلاص وحي، أم أنها الحرب، يعني شؤون دولة؟ قال بل هي الحرب. قال إذن هذا المكان لا يصلح، نخيم في هذا المكان. فقال النبي نرجع إلى فكرته. فحتى النبي المعصوم الذي ينطق باسم السماء فرق في تعاملاته بين صفته المعصومية المتعلقة بالتشريع وبين صفته الحاكم. ولهذا ألف الإمام القرافي، وأنا أنصح إخواننا السياسيين يقرؤون هذا الكتاب، الإمام القرافي من كبار أئمة مصر وعلمائها، ألف كتاب سماه الإحكام، في التفريق بين ما للنبي من فتاوى وأحكام، فرق بين الصفة النبوية التشريعية وبين الصفة التي تتعلق بالحكم، تتعلق وتفرع عن ذلك كثير من الأمور ليس هذا مجال بحثها، ستجيب على كثير من التساؤلات الموجودة عند السياسيين اليوم. فإذا بهذا المنظور أنا غير محتاج أن أقول هل هناك ديمقراطية أو لا، أستطيع أن أقول أن من المبادئ التي تأسست منذ عصر الخلافة الفصل بين السلطات، كان سيدنا عمر بن الخطاب عنده
مجلس شورى الصحابة، شيوخ الصحابة، أصحاب الفكر، أصحاب العلم، أصحاب المعرفة، أصحاب الخبرة، أصحاب المصداقية، يشاورهم في الأمور التشريعية. هو كان سلطة تنفيذية سيدنا عمر بن الخطاب، كان عنده القاضي اللي هو سيدنا علي بن أبي طالب، السلطة القضائية. سيدنا عمر لا يتدخل في حكم سيدنا علي بن أبي طالب، ولو حكم بشيء هو غير مقتنع به. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه جاء إليه رجل يهودي، انظروا ليس بمسلم لكنه مواطن له حق الذمة، والذمة ليست كما يتصور بعض المثقفين إهانة، لا، كلمة الذمة طبيعي في كل بلد فيها أغلبية وفيها أقلية لازم يكون هناك ضمان إضافة إلى الضمان القانوني لحماية الأقلية. الضمان القانوني لم يستطيع أن يحمي الأقليات لا في أمريكا لا في أوروبا لا في كثير من البلدان لوجود النزعات، لوجود ردود الأفعال، لكثير من الأسباب. لابد يكون هناك ضمان في ثقافة الأغلبية في احترام وجود الأقلية، وهذا الذي يسمى عندنا في الشريعة بعقد الذمة، ذمة الله ورسوله، أمام الله ورسوله أنتم يا أغلبية مسؤولين عن حسن معاملة الأقلية. هذا اليهودي سرق درع سيدنا علي بن أبي طالب، جاء سيدنا علي وجد الدرع معاه في السوق، وسيدنا علي حاكم أمير المؤمنين، فقال إنها درعي، قال لا إنها درعي يا أمير المؤمنين، أو لأنك أمير المؤمنين تستقوي علي، قال لا نذهب سويا إلى القاضي. جلس سيدنا علي أمام اليهودي والقاضي هو الذي في الوسط، فالقاضي يسأل ويقسم النظرات. في قانون القضاء عندنا حتى النظرات في الشريعة يجب أن تكون متساوية، هات حجتك. قال اليهودي الدرع في حوزتي ملكي. قال سيدنا علي ولكنه درعي، رسول الله أعطاني إياه بعد غزوة خيبر وفقدته أو شيء من ذلك. فقال القاضي يا أمير المؤمنين على المدعي البينة، المسألة في حوزته، أنت أتي بالدليل، عندك شهود؟ قال نعم، ابني الحسن وخادمي. قال ابنك لا تصح شهادته لك لأن هناك شيء من المصلحة، ولا كذلك مملوكك الذي عندك يخدمك. قال وتكذبني؟ قال لا، ولكنه القضاء يا أمير المؤمنين، هل لك من دليل؟ قال لا. قال أحكمه بالدرع لليهودي. اليهودي انصدم، يعني إيش اللي يشوفه هذا؟ هذا قبل أي كلام عن تطور وفصل سلطات وغيرها. ففضت الجلسة، فقال اليهودي يعني خلاص أمضي، يعني معقول أمشي ومعي الدرع يعني بكل سهولة؟ قال خلاص. سيدنا علي قال له أمضي. قال امدد يدك يا أمير المؤمنين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن الدين الذي يجعلك تجلس هذا المجلس هو دين الحق. فلما انصرف اليهودي القاضي يسأل سيدنا علي أرأيت مني شيء خلاف العدل يا أمير المؤمنين؟ قال نعم، كنت تناديني يا أمير المؤمنين وكنت تناديه باسمه، وهذا خلاف العدل، أنا لا أجلس هنا بصفة أمير المؤمنين، أنا أجلس هنا بصفة علي بن أبي طالب الذي يقاضي يهودي أخذ منه درعا. هذا مفهوم فصل السلطات الذي يتكلم اليوم عنه قضائيا ويتكلم اليوم عنه قانونيا، هذا ممارسة عشناها نحن في تاريخنا. المشكلة أننا نحتاج أن نرجع ونفهم ماذا كنا عليه، ثم بعد ذلك سميها ما شئت. إذا سميتها ديمقراطية بتفصيل خاص لمفهوم الديمقراطية غير المفهوم الأكاديمي اللي أسست عليه الديمقراطية أنا أقبلها. إذا سميتها ليبرالية بالتفصيل خاص يتناسب مع هذا المفهوم، وأنا في داخلي أعرف أني قرأت في الليبرالية أنها مختلفة عن مفهوم الليبرالية الأصلية، أنا أيضا أقبلها. عندنا العلماء يقولون لا مشاحة في الاصطلاح، المهم أعطيني المحتوى المناسب. أنا أتفق في هذا المضمون بغض النظر عن المسميات، وبكل تأكيد هناك لحظات وتواريخ مضيئة في الخبرة العربية والإسلامية، كما أن هناك أيضا مراحل وفترات استبدادية غاب عنها تماما الالتزام بما يدعو إليه الإسلام وما تدعو إليه أي شريعة سماوية، من الامتناع عن الظلم، من تحقيق العدل، من المساواة. كان هناك فترات ومراحل شديدة السوء في تاريخنا العربي الإسلامي، كما حدثت أيضا في الغرب في سياقات مجتمعية أخرى. أما ما نختلف عليه أو مساحة الاختلاف هي فيما خص المرجعية، والحديث عن المرجعية الدينية ومرجعية شرعية مستقلة. أعطيك مثالا محددا، أحيانا بيحدث تناقض، ربما في مرجعية دينية مستقلة في بعض الاجتهادات الدينية المحددة التي تحدثت لدينا في مصر خلال السنوات الماضية عن أنه انطلاقا من هذا الاجتهاد الديني لا يمكن ولا يحق للمواطن المصري المسيحي من أن يترشح لرئاسة الجمهورية. هذا هو الاجتهاد، هناك اجتهادات دينية أخرى فضلت حبيبي يعلم عنها وأنت تعلم عنها وأنا أعلم عنها، ولكن الأساس في حالة دولة المواطنة في حالة الدولة الحديثة ليس المفاضلة بين هذا الاجتهاد الديني أو ذاك، ولكن الرجوع إلى المرجعية الدستورية التي ماذا تقول؟ تقول المساواة الكاملة بين كل المواطنين. طيب أنا هستأذنكم، الحوار ممتد لأن في أسئلة كثيرة ما زالت لدي، ولأني ما زلت مصطدم إذا تصادم الدستور مع مبادئ في الشريعة، وإذا كان هيتصادم مع تيارات إسلامية لها ثقة ووجود على الساحة، وإذا كانت تيارات إسلامية وتحمل شعارات دينية ومفهوم ديني انتقلت إلى الحلبة السياسية وأخذت معها الإسلام،
حجم التصادم قد ايه. حضرتك ضربت مثال بالرئاسة، رئاسة المسيحي، وانا هضرب لك مثال بتولي المرأة، صحيح، الحكم، صحيح، والولاية. وهناك مثلهما اشياء كثيرة جدا هتكون في حلقة الغد ان شاء الله.